نحن الآن في وسط ضجة كبيرة حول قضية هذا الفيلم الساقط المسيء لمقام خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. نحتاج هنا أيها الإخوة إلى أن نفكر على مستوى عال أن كيف يمكن مواجهة مثل هذه الإساءات. أول سؤال يتبادر إلى الذهن في خصوص هذه القضية المشتعلة الآن، أول سؤال يتبادر أنه لماذا وقع ما وقع؟ لماذا مجموعة من المعتوهين الأنجاس من النصارى قاموا بإنتاج هذا الفيلم متعمدين لمثل هذه الإساءة ولمثل هذا الاستفزاز المقرف؟ ما هو السبب؟ السبب أيها الإخوة سببان رئيسيان. السبب الأول تمدد الإسلام في البلاد الغربية في السنوات الأخيرة. عن الإسلام على علاته، يعني احنا ما نتكلم عن الإسلام الحقيقي، بس حتى ذاك الإسلام اللي على علاته ماكو، هذا مقلق بالنسبة لما تبقى من النصارى، لما تبقى من اليهود. يعني شيء واضح، الإسلام في تمدد، النصرانية ليست في تمدد، النصرانية في تقهقر، في تراجع. أنتوا تشوفوهم يروحون إلى الكنائس هنا يصلون، من يروح؟ كل الكنائس معزلة، ماكو، ما حد يروح الكنيسة هنا، ما تفتح إلا إذا أكو عرس عندهم أو أكو شنو عزاء، غير هذا تفتح ماكو. الاستبيانات والدراسات منشورة في وسائل الإعلام البريطانية وسائل الإعلام الأمريكية أن أكثرية الشعب خاصة فئة الشباب لا دينيين، ملحدون، ما يؤمنون بهذه الخرافات. نصرانية شنو؟ دين خرافة، دين فارغ، ما عنده شيء، شوية قيم روحية موجودة، وثم كله عبارة عن تناقضات، سخافات، تفاهات، لا يمكن لإنسان أن يحترم عقله ويعتنق هكذا دين. إذا يحترم عقله ما يؤمن بهكذا دين. زين، فإذا النصرانية في تقهقر، الإسلام في ازدياد، عدد المسلمين في ازدياد يوم بعد يوم. طبيعي دائما أيها الإخوة، أي طائفة تشعر بأنها تتقهقر وتتآكل تخرج منها أصوات تتطرف في الإساءات والاستفزازات، طبيعي هذا. شوف احنا شنو مشكلتنا مع الطائفة البكرية، نفس المعادلة، التشيع في ازدياد، عدد الشيعة في ازدياد، احنا نأكل منهم، هم يتآكلون يتقهقرون، فمن الطبيعي هو يشعر النار حوله من كل جهة، يقوم ماذا؟ يسب ويشتم ويتمادى ويطيل لسانه ويأسس محطات فضائية بس مخصصة لماذا؟ لهتك مقدسات الشيعة وللإساءة إليهم. شيء طبيعي، نفس الشيء النصارى. هذا السبب الأول. السبب الثاني، وهذا شوية هم نحتاج أن نركز عليه، السبب الثاني هو في واقع الحال يتشعب إلى شعبتين. الشعبة الأولى أفعال من يسمون أنفسهم مسلمين في العصر الراهن. هذه الأفعال كونت في قلوب الشعوب الغربية حقداً متراكماً كاد أن يصبح كالجبال الآن في قلوبهم. هاي الأفعال، أنت تقوم تفجر، تقتل،
أمام شاشات التلفزة ما تستحي تخلي وراءك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنت ملثم بيدك سيف وتذبح واحد أمامه كالخروف الذبحة موشكة باسم النبي اللي خلفه، هذا النبي اللي بعث رحمة للعالمين، أنت تعطي هذا الإمج، هاي الصورة ماكو، هذه الصورة لما يراها الإنسان الغربي يقول هذا نبيكم، هذا نبيكم، هذه شريعتكم، شو تريد من عنده يصير يعني غير أنه يتحول إلى وحش ضد المسلمين وضد الإسلام، شو تريد منه؟ هذه الأفعال التي وقعت من تنظيم القاعدة، من بعض الحركات هنا وهناك، الأحزاب التي هنا وهناك، البكرية الإرهابية التي شوهت سمعة الإسلام وسمعة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه مجرمة في حق الإسلام وفي حق رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنها نفرت الناس عن الإسلام، تفجيرات في كنائس، تفجيرات في أسواق، تفجيرات في الأندرغراوند، تفجيرات في برج التجارة العالمي، تفجيرات كل مكان، عامي شامي يذبح يقتل عامي شامي، كيف تتوقع منه أنه هذا لا ينظر نظرة سلبية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويحقد عليه؟ زين، هنا ننتقل إلى الشعبة الثانية، أنت تقول، وهذا الكلام اللي دائما يقال على الملأ في وسائل الإعلام الغربية، أنه هؤلاء لا يمثلون الإسلام، مو هذه تعاليم الإسلام، مو هالشكل. هسه خلي نفسك أنت مكان واحد إنسان غربي عادي يشوف هذه المقاطع الإرهابية، يثكل مثلا في أبيه أو أمه أو أخته أو أخيه، ينقتل قتلوا منه، صار بينه وبينك ثار، أنت تقول له في الإعلام أنه لا لا هذا ترى مو من تعاليم الإسلام، هذه مو من تعاليم رسول الإسلام، مو هالشكل. يقوم شوية يبحث، يسوي سيرش بالإنترنت، ماكو، يطلع البخاري يطلع مسلم، يشوف هذه تعاليم الإسلام، هذه تعاليم هذا النبي بالفعل موجود، يصير عنده مطابقة، يطابق التصديق التصور، خلاص عنده تصور، ما أنت تحاول كنت تبدده، ولكن لما يروح إلى أمهات كتبك يشوفه لا موجود بالفعل، هذا تاريخ نبيكم، هذا تاريخ نبي دموي، نبي إرهابي والعياذ بالله، شلون تريد أنه بعد ذلك ما يروح ينتج فيلم؟ شلون تتوقع أنه ما ينتج فيلم وما يسب النبي صلى الله عليه وآله وما يتكلم بمثل هذه اللغة؟ شيء طبيعي أيها الأخوة، ما طول أنت تقول تقدم له الإسلام وتقدم له سيرة هذا النبي من هذه الكتب العفنة، من البخاري، من مسلم، من تفسير الطبري، من السيرة النبوية لابن هشام ولابن كثير ومن أشبه، روايات من؟ أحاديث من؟ روايات عائشة، روايات أبي هريرة، روايات أنس بن مالك، روايات الطائفة البكرية، والله وبالله لم تسئ طائفة لشخصية النبي الأقدس مثل الطائفة البكرية من 1400 سنة إلى الآن، ماكنة إعلامية مستمرة من 1400 سنة في تشويه سمعة هذا النبي وظلم هذا النبي، هذا الواقع. أئمتنا عليهم الصلاة والسلام مظلومون كجدهم، مدى يتقدم لا تقدم شخصية النبي كما رسمها أبناؤه للمجتمع الغربي، ما تقدم أحد يطرح شخصية النبي الآن بناء على الصفات التي ذكرها أهل البيت الطاهرون عليهم الصلاة والسلام؟ كلا.
روايات أهل البيت التي تتحدث عن السيرة النبوية البراقة المشرقة أين هي؟ في الإعلام وين؟ ما موجود، حتى على منابرنا ترى ما موجودة، حتى على منابرنا عندنا الجاهلية مقنعة، على منابرنا خطبانا ما يعرفون السيرة الحقيقية لرسول الله، صدق ظاهرة موجودة. ليش؟ لأنه ماكو اطلاع على روايات أهل البيت عليهم السلام جيدة، ولاكو تحقيق، ولاكو سهر ليالي في هذا الجانب، فيقوم ياخذ السيرة النبوية ممن؟ من ابن كثير ياخذ السيرة النبوية، من الطبري ياخذ السيرة النبوية، أما يأخذها من الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام؟ لا. إذا في وسط الشيعة اللي هم أتباع أهل البيت عليهم السلام ما يعرفون سيرة النبي الحقيقية وينزهونه فيها عن الأكاذيب والافتراءات والموضوعات والمختلقات، فشلون تتوقع من البكري يعرف السيرة الحقيقية؟ ثم كيف تتوقع من اليهودي والنصراني يعرف السيرة الحقيقية؟ وهو أبعد وأبعد.